السلام عليكم. Good afternoon. يا رب تكونوا جميعا بخير وإن شاء الله موفقين في المذاكرة. إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده هنتكلم عن حل solution of test yourself questions، تمام، والخاص بليسون 1 في شابتر 1 في بيولوجي first second schools، تمام. اول حاجة طبعا هناخد اول سؤال، هنقرا مع بعض السؤال ونفهمه. بيقول لي هنا choose the correct answer. Choose the correct answer. The ratio of carbon, oxygen and hydrogen elements in monosaccharides is respectively. بيقول لي هنا نسب الكربون والاكسجين والهيدروجين. هو مش مرتبهم لي زي ما احنا عارفين في جزيء الجلوكوز، تمام. الكربون بيبقى كام؟ واحد. الاكسجين واحد، الهيدروجين 2، يبقى ايه؟ 1:1:2 اللي هي دي، تمام. تعالى which of the following molecules is considered a disaccharide. مين اللي في دول يعتبر disaccharide؟ disaccharide يعني اتنين مونوساكرايد اتحدوا مع بعض، تمام. اول واحدة دي ما تنفعش، تاني واحدة ده مونوساكرايد، تمام. تالت واحدة طب الرابعة لا ما تنفعش، مش محصلة disaccharide، تمام. يبقى C، تمام. تعالى ل number 3. Which of the following is considered the source of energy that is produced inside the mitochondria. مين المصدر الطاقة اللي بينتج، اللي بينتج؟ ركز يا جماعة عشان سؤال السورس اوف انرجي ده بيتكرر كتير بس بطريقة مختلفة واجابات مختلفة. بيقول لي اللي بينتج ذات از برودوسد، اللي بيتم انتاجه داخل الميتوكوندريا. هي الميتوكوندريا دي معروفه ان هي الايه؟ مصنع الانرجي، تمام. بتنتج لنا ايه؟ ها، برودوس اي تي بي، تمام. تعالى للسؤال اللي بعد كده، بيقول ايه؟ جراب شوجر، سكر العنب. اول ما يقول سكر العنب يبقى الجلوكوز، تمام. considered one of the source of energy in human، يعتبر من مصادر الطاقة في الانسان. explain this statement، وضح العبارة الاتية. على طول تفتكر الاكويشن دي بتاع الفوتوسينسيس، تمام، او بتاع الاكسيديشن بتاع الجلوكوز، تمام. عندنا لا مش بتاع الفوتوسينسس، معذرة، بتاع الجلوكوز بالاكسديشن. لما بيحصل للجلوكوز اكسديشن البوندز بتاعته بتتكسر، البوندز اللي ما بين الجزيئات، ونتيجة تكسير الروابط ديت بيحصل تحرر للانرجي في صورة اي تي بي، تمام. يبقى عندي هنقول الاكسبلانيشن التاني، ها، because grab sugar characterized بيتميز by simple chemical structure، بيتميز بتركيب كيميائي بسيط، leads to fast absorption، وده بيؤدي الى سهولة امتصاصه في الامعاء الدقيقة اللي small intestine، تمام. تعالى بعد كده بيقول لي هنا السؤال ده، the normal sequence of producing energy inside a corn plant. كورن بلانت يعني نبات الذرة، او ميز، ممكن يقول لك ميز بلانت، تمام، او كورن بلانت سيلز في الخلايا نبات الذرة. بيقول لي الترتيب الطبيعي لانتاج الايه؟ الطاقة. الترتيب الطبيعي لانتاج الطاقة، النبات بيعمل فوتوسينثيس، عملية بناء ضوئي، يبقى بيحول الكربون دايوكسيد والاوتر لايه؟ لجلوكوز، صح، في عملية الفوتوسينثيس الناتج بتاع الجلوكوز. يبقى انا لما اختار واحدة اولها جلوكوز. هنبدأ اهو طاقة، يبقى اول واحدة لازم تبقى جلوكوز، يبقى انا عندي الاختيارين الاخر. طيب وبعد ما الجلوكوز بيحصل بينتجه النبات، ها، بيخزنه في صورة ايه؟ ستارش. يبقى لازم اللي اختارها اول واحدة جلوكوز والتانية ستارش. بعد كده الستارش ايه بيحصل له لما النبات بيحتاجه بقى يوزعه على بقية الجسم؟ ها، بيعمل له ايه؟ كاتاليسز، تمام، او بيعمل له بيحلله بيكسره لجلوكوز. يبقى سي، والجلوكوز بعد كده بيعمل له اوكسيديشن في الميتوكوندريا وينتج اي تي بي. طيب السؤال اللي بعد كده، الستارش از فور فروم ذا بوليساكرايد، الستارش من السكريات العديده، اند يوزد ان سويتنينج ذا درينكس.
بيقول لي الاسترش من البوليسكارايد معاك، يبقى الاولانيه كده ايه ترو، ها كوريكت. والثانيه يوز ان سويتنينج ذا ترينجز، وبيستخدم في تحليه المشروبات. لا يبقى الثانيه غلط، يبقى نختار ايه سي سي، ذا فيرست ستيت از كوريكت والسكند از رونج. طيب تعالى السؤال الثلاثه، all the following gives similar monomers، كل اللي جاي بيدي مونومرات او جزيئات متشابهه في بعد ما بيحصل له تحلل مائي on their hydrolysis، تمام except ما عدا. مين فيهم اللي لما بيتحلل بيدي حاجات مش شبه بعضها؟ المالتوز بيدي حاجتين شبه بعض، جلوكوز وجلوكوز. السكروز بيدي جلوكوز وفركتوز، يبقى هو ده. طب تعالى نكمل برضو، الجلايكوجين بيدي كل بعد ما بيتحلل بيدي بالاميليز بيدي جزيئات مالتوز كلها، والستارش لما بيتحلل بالاميليز برضو بيدي مالتوز، يبقى الاختيار بتاعي السكروز. تمام تعالوا كده للسؤال اللي بعد كده، تمام. الكربوهيدرات are considered from the most important sources of energy، بيعتبر من اهم مصادر الطاقه في الكائنات الحيه. because they ها ليه؟ لان ليه الكربوهيدرات بنفضلها على اللبن والبروتين؟ لانها اسرع في ان احنا نستفيد منها ونطلع طاقه، produce energy rapidly. طيب تعالى للي بعد كده، from the structure high carbohydrates، من الكربوهيدرات التركيبيه اللي هي بتدخل في تركيب اجزاء معينه في السيل، تمام. مالها بقى؟ مين فيهم؟ الجلايكوجين والسليلوز. لا الجلايكوجين ما ينفعش، السليلوز والاسترش. لا الاسترش ما تنفعش، انا عايز السليلوز لوحده، تمام يبقى سليلوز اونلي. طيب ليفر سيلز اولويز كونتين جلايكوجين، ليه دايما خلايا الكبد بتحتوي على جلايكوجين؟ ليه؟ اكسبلين ذس، وضح. هنقول له لان الليفر از اي استراتيجيكال امبورتنت ستور فور انرجي، لانه يعتبر مخزون طاقه استراتيجي، تمام، فور انرجي ان ذا فورم اوف جلايكوجين، على صوره ايه؟ جلايكوجين. از لانه عندما وين جلوكوز ليفل، لما مستوى الجلوكوز بيقل في الدم، تمام، الجلايكوجين بيبقى هو المصدر ل الجلوكوز، بعد ما الجلوكوز اللي في الدم بيتكسر عن طريق طبعا الاشاره اللي بيديها هرمون الجلوكاجون، تمام. طيب تعالى للسؤال اللي بعد كده، بيقول لي all the following don't affect the color of Benedict's reagent، اللي جاي دول كلهم ما بيأثروش على كاشف، ما بيتأثروش بكاشف بنديكت، ما عدا مين؟ مين بقى اللي بيتأثر؟ الجلوكوز، معروفة احنا عارفين ان الجلوكوز بنكشف عنه كشف بندنج، تمام. طيب on adding iodine، بإضافة الأيودين لقطعة من نسيج نبات، من ورقة نبات الذرة، ورقة نبات الذرة، which of the following possibilities، ايه الاحتمالات اللي ممكنة من اللي جاي دول؟ احنا عارفين ان ورقة نبات الذرة، تمام، فيها كلوروبلاست وفيها سيل وول. طيب هو بيقول لي حاطين ايودين، الايودين ده بيكشف عن ايه؟ عن الستارش، يبقى اللي هيدي بلو دارك بلو يبقى فيه ستارش. السيل وول فيه دارك بلو؟ فيه ستارش؟ لا. الكلوروبلاست فيها ستارش؟ يبقى انا ادور على احتمال منهم اللي بيدي ان الكلوروبلاست فيها ستارش والسيل وول ما بيديش، ما فيهوش ستارش. اول واحده بيقول الاثنين فيهم ستارش، لا. اول واحده بتقول ان الكلوروبلاست ما فيهاش ستارش، لا. تالت واحدة بتقول ان الكلوروبلاست فيها ستارش والسيلول ما فيهوش ستارش، يبقى دي اللي صح، تمام. وبكده يا جماعة يبقى خلصنا، الحمد لله، الايه الليسون 1 اللي هو الكربوهيدرات. وان شاء الله تابعوني على قناتي على سيد صابر على اليوتيوب، تمام، وعلى بيولوجي اند ساينس، ساينس اند بيولوجي او بيولوجي اند ساينس على الفيسبوك. والفيديوهات هتنزل متتالية بإذن الله، وياريت نعمل شير للفيديو على اليوتيوب عشان القناة تستمر وتبقى في دعم ليها، وعشان أنا أقدر أكمل، لأن لو ما لقيتش في دعم يعني بيبقى خلاص القناة ملهاش أي لازمة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. باي.